هنا المتحف المصري، مكان فوق الخيال، رائع جدا. انا لسه في البوابة اللي بره ولسه في المكان اللي بره. ده مدخله، مفيش اروع من كده. نافورة ضخمة رائع جدا، تمثال جرانيت كبير على مدخل المتحف المصري، والله ما فيش اروع من كده، رائع جدا. بس الاجانب اكتر كتير من المصريين، والتمثال ولا اروع. دي صورة الوزات الستة اللي مشهورة، موجودة كمان في كتب التاريخ، رائعة في الحقيقة، أروع بكتير من أي كتاب. دي فاترين التماثيل من حجر الجرانيت على ما أعتقد، تمثال الملك من كاو حور. رأس الملك وسر كاف، أحد ملوك الأسر، أول ملوك الأسرة الخمسة، شكله رائع جدا. تمثال الملك بيبي الثاني، ده تمثال بس الحقيقة أنا مش عارفة، مش مكتوب عليه تمثال الملك مين، بس ضخم وكبير جدا. في هنا بقى رسومات وحاجات فرعونية أهي، تمثال ضخم آخر لأحد الملوك، شكله حلو قوي. تمثال جالس لشخص في حجر رملي ملون، هو مكتوب عليه حجر رملي ملون من أسرة 11000 سنة قبل الميلاد. ده تمثال من الجرانيت، صعب جدا نحته، وعليه هنا رسومات فرعونية. تمثال ضخم جدا جدا، يعني هو عالي قوي قوي. دي صور حجارة منحوتة عليها كتابة فرعونية، وهنا رسومات فرعونية تقريبا زي ما يكون قاعدة عائلية كده، وفي فوق برضو قاعدة أخرى. وفي هنا صورة أخرى، تمثال من الجرانيت، ده منحوت من الجرانيت، حجر الجرانيت. تمثال آخر فرعون، بس الحقيقة مش مكتوب عليه اسمه، بس برضه ده منحوت من حجر الجرانيت، لأنه هو يعني صعب قوي نحته. ده تمثال زي ما يكون كبش جالس أو حاجة. Ramses II. This is Ramses. This is the first name. This is the coronation name. وسر ما اترا. This is Ra. This is the coronation. تمثال آخر مش عارفة مكتوب عليه إيه، بس هو تمثال نصفي ضخم للملك ابن محات الثاني، في هيئته الرسمية يرتدي جلد الفهد الذي يظهر رأسه ومخالبه على أكتافه، فعلا لابس جلد الفهد أهو، بس تمثال متكسر طبعا بس رائع. تمثال من حجر الجرانيت، تمثال رأس بس، رأس بس، بس رأس ضخمة جدا. وجه تمثال الملك تحتمس الثالث،
عثر عليه في الستينات من القرن الماضي أثناء قيام البعثة البولندية بتنظيف معبد تحتمس الثالث بالدير البحري. تمثال رائع وشكله حلو قوي. تمثال لأسرة مصرية قديمة، الظهر في حد قاعد جنبهم ولادهم ولا معرفش مين يعني، بس ناس قاعدين جنبهم اهو. تمثال الملك تحتمس الثالث، تمثال الملك، تمثال بقرة زي ما يكون بقرة ذهبية. C'est pour ça le Conseil suprême des antiquités, les directeurs du musée, ils ont déjà présenté Hatshepsut juste en face de toutes nos histoires de diplômes. تمثال شبه الكاتب المصري القديم. تمثال تي عن خراع المشرف على أطباء القصر الملكي. نفس صورة التمثال اللي على ورقة ال 200 جنيه. نفس صورة التمثال اللي على ورقة ال 200 جنيه. يا لها من صدفة. نفس التمثال، صورة التمثال اللي على 200 جنيه. تمثال شيخ البلد مصنوع من الخشب. تمثال شيخ البلد مصنوع من الخشب. تمثال الملك خفرع شكله رائع بس ضخم جدا، ومبنى المتحف نفسه رائع مبهر. تماثيل ضخمة ترقد في هدوء، يمكن ده أقل شوية. دي بقى سلالم المتحف، سلالم عالية جدا. مومياءات ترقد في سلام. اللي قدامنا ده دواليب إزاز كبيرة محطوط فيها توابيت، محطوط فيها توابيت كتيرة جدا. والناحية دي برضو توابيت إزاز محطوط فيها توابيت كتير، بس طبعا كلها متفرغة من المومياءات. تقريبا أنا المصرية الوحيدة اللي في المتحف النهاردة، أنا وأختي بس. بس المتحف بناء رائع، وده الدور الثاني، هذا الدور الثاني. طبعا في حاجات ودائع الجنائزية بتاعت الملك، يعني تخيلوا الحاجات دي بقالها أكتر من يعني 10,000 سنة أو 7,000 سنة، ولسه ما زالت مستخدمة، ولسه احنا بنعمل الإناء الفخار ده، ولسه برضو بنعمل المشنة دي. دي ودائع أخرى للملك آخر، ولسه احنا ما زلنا في مصر برضو بنستخدم نفس المشنة دي، بنعملها للخبز. وفي هنا بعض زي مثلا فاس كده أو قدوم يعني. دي كلها أحجار فيروزية لونها أزرق، في معظمها لونه أزرق. ده بقى تابوت كبير جدا جدا مصنوع من الخشب، أنا مش عارفة لأنهي ملك، بس هو تابوت كبير جدا. ولسه المشنة دي بتاعت العيش موجودة، وفي هنا تماثيل صغيرة لونها أزرق. دي مكان توت عنخ آمون، ممنوع التصوير في داخله أبدا. دي تماثيل مضيئة، معرفش جرانيت ولا ايه بالتحديد، بس مضيئة وشكلها رائع جدا، رائعة. دي في الصالة قدام مجموعة توت عنخ آمون. التوابيت الأربعة دول اللي احنا شايفين صورهم دي ولفين عليها من الذهب الخالص. ده تمثال لكرسي توت عنخ آمون، مفيش أروع من كده، طبعا مصنوع من الذهب الخالص، رائع جدا، مفيش أروع من كده، مبهر، والرسومات بتاعته مبهرة جدا. ده طبعا في المتحف المصري، مفيش أروع من كده. برضه دي احنا لسه في مجموعة توت عنخ آمون، بس ده تمثاله وهو يرتدي غطاء الرأس. تابوت كبير جدا في منتصف المتحف،
وجنبه التماثيل اللي هي من الذهب الخالص دي. دي مجموعة أعتقد سنوسرت الأول، يوستس الأول. كرسي مصنوع من العاج، كرسي الملك توت عنخ آمون مصنوع من العاج. مصر الفرعونية كانوا بيلعبوا زي حاجة زي الشطرنج كده أو السيجا. صندوق خشبي مرصع بمشاهد بمناظر الصيد للملك توت عنخ آمون برفقته برفقة ملكته. يعني ده توت عنخ آمون صندوق خشبي للصيد. وده الحذاء شوز، حذاء الملك توت عنخ آمون رائع فعلا. زوج من الصندل مصنوع عليها عدة خامات، الخشب والجلد والذهب. قصة محنطة مومياء متحنطة، كلها أحذية من مصر الفرعونية، كلها شوز وشوزات وأحذية. تابوت خشبي، تابوت من الخشب بس ملون بألوان جميلة، ألوان رائعة. وسبحان الله يعني الألوان دي ما اتمسحتش على مر السنين، ألوان جميلة جدا على تابوت خشبي. وفي كمان تابوت خشبي تحت، وفي برضو نفس الألوان الرائعة. ده تمثال لملك من الأسرة 18 بس عالي جدا وكبير قوي قوي قوي. تمثال ضخم من الجرانيت، ضخم جدا، يعني شخص زي ما يكون أسد راقب بس على رأس إنسان، بس ضخم للغاية.